بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبنات طلبه وطالبات المرحله الابتدائيه الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنراجع ثلاث فصول قصه، اللي هي قصه مغامرات في اعماق البحار، الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث. في البدايه كده احنا هنراجعهم بسرعه، بنقول ان القصه بتتكلم عن ولد اسمه اسامه وبنت اسمها اماني. اسامه في الصف الخامس واماني في الصف الرابع. اسامه بيحب الخيال واماني بتحب الواقع. يمكن ان يتحقق الخيال عن طريق حاجتين، العلم والعمل، او في ناس شطار بيقولوا العلم الغزير والعمل الكثير. ده حوار ما بين اسامه واماني، وعرفنا في الاخر ان في حاجات كانت خيال تحققت بعد كده وبقت حقيقه، زي البساط الريح اللي تحول لطائرات وصواريخ، وزي كمان كرة الساحل البلورية التي كان يرى فيها السحر ما يحدث في البلاد البعيدة التي تحولت بعد ذلك إلى إيه؟ إلى تلفزيون. أسامة كان بيحب قراءة القصص الخيالية، ودي كانت من أمتع الأوقات لديه، قراءة القصص الخيالية التي كان يحبها حبا جما، يعني حبا إيه؟ كثيرا. وفي يوم من الأيام وهو قاعد نام تحت شجرة، وحلم ان هو في ايده خاتم، وبعد كده خاتم سليمان، وكان نفسه يروح لاخته الثانيه اللي اسمها هاله، اللي كانت متزوجه واحد اسمه علاء الدين، الذي كان يشتغل في شركه بترول سيناء الذهبيه، يعمل في شركه بترول سيناء الذهبيه. وهو نايم حلم ان هو راكب فوق ظهر حمامه هو واخته اماني، وبعد كده هو أصبحوا في حجم عقلة الإصبع. ده كله خيال في خيال. وطارت بهم الحمامة فوق المزارع وفوق الحقول وفوق الصحراء، إلى أن دخلت في البحر الإبهار، البحر الأحمر. وطارت الحمامة، ولكن أماني شعرت بدوار شديد واختل توازنها وسقطت في قاع البحر، هي ومين؟ وأسامة. سقط إلى أسفل إلى أسفل إلى أسفل. ثم رأى أسامة أن أماني قد ضاعت أو تاهت في أعماق البحار. لم يجد أماني، ولكنه وجد نفسه في حديقة بحرية فيها أشجار يا نهر، أشجار مرجانية كتير جدا جدا من عمل حيوان المرجان. وبعد كده بدأ يدور على أخته أماني، لأنه وجد سمكة كبيرة وصعد فوق ظهر هذه السمكة، لأنه في حجم حبة الفول السوداني اللي احنا خدناها قبل كده. وبعد كده هذه السمكة لم تشعر به، ولكن أسامة بدأ يتنقل في البحر من مكان إلى مكان، ووجد حاجات كتيرة. ما هي الأشياء التي وجدها أسامة؟ رقم واحد، رأى معركة عنيفة بين الحوت والأخطبوط، ولكن الأخطبوط أفلت من الحوت. كيف أفلت الأخطبوط من الحوت؟ أفراز من جسمه مادة زرقاء كالحبر فأخفته عن الأنظار. ما صفات الحوت زي ما احنا هناخد دلوقتي؟ أنه حيوان بحري عجيب له 8 أذرع. تقول كل الأخطبوط، برافو عليك يا مهند، الأخطبوط حيوان بحري عجيب له 8 أذرع، تقول كل ذراع 4 أمتار. وجد كمان سمكة اسمها سمكة أبو سيف، ووجد سمكة أبو منشار. سمكة أبو سيف طولها 4 متر ولها سيف مدبب طوله متر، وهذه السمكة هي التي هزمت الحوت. في سمكة تانية اسمها سمكة أبو منشار، طولها كم متر؟ 6 متر، ولها منشار طرف مدبب كالمنشار، طوله 2 متر، وهذه السمكة هي التي قطعت السمكة التي كان يركبها عقلة الإصبع، وفقدها عقلة الإصبع، وبدأ يبحث عن أخته أماني، إلى أن وجدها محشورة تحت أنبوبة ضخمة من أنابيب البترول، اللي هي اسمها الأشباح السوداء. لما يجيلك في الامتحان ويجي يقول لك ما حقيقة الأشباح السوداء، هتقول له أنابيب ضخمة لنقل لنقل البترول من الشاطئ من البحر إلى الشاطئ. ده ملخص الحاجات اللي احنا حكيناها. وبعد كده بدأ هو ينقذ أخته، وبدأ يحكي لها بقى عن سمكة أبو سيف وسمكة أبو منشار والمعركة بين الحوت والأخطبوط، وبدأ يحكي لها عن الأشجار المرجانية أو المستعمرات المرجانية، وهي بدأت تحكي له عن حاجة اسمها الأسماك المضيئة. ما هي الأسماك المضيئة؟ هي الأسماك التي توجد في قاع البحر عندما تشتد البرودة ويشتد الظلام أو يزداد الظلام. هذه الأسماك تضيء حينما تشاء وتطفئ حينما تريد. وهناك أسماك تضيء من رأسها بنور أحمر ومن ذيلها بنور أزرق. وبدأوا يحكوا عن بعض على الحاجات دي كلها، ولكنهم صعدا هما الاثنين إلى سطح البحر ليرى هما الاثنين برضو جزيرة حديدية، جزيرة مصنوعة من من الحديد. وبدأوا يشوفوا حاجات كتيرة جدا، شافوا طائرة هليكوبتر، ورأوا كمان سفينة كبيرة، ورأوا العامل الذي كان فاكرين العامل كان يرتدي قفازا في يديه وقناعا على وجهه ليحميه من الشرر المتطاير، وكان يقوم بلحم الأنابيب من الأنابيب الخاصة بالبترول بجهاز خاص به
او خاص يمسكه فيها دي. هي كانت عايزه تركب الطائره المروحيه التي بدات تدور يا بنتي وفاء. وبعد كده هو هذه الطائره للاسف طارت واكمل عقره الاصبع مع اخته مغامرات في اعماق البحار مره اخرى. ودي كانت الثلاث فصول باختصار شديد. بعد كده في الترم الثاني هيبقى في ثلاث فصول ثانيين هيكملوا المغامرات دي. تعالوا بقى نحل مع بعض الاسئله سريعا كده. اول سؤال: يستخدم الانسان الان وسائل تشبه البساط المسحور، صح ولا غلط؟ صح يا اولاد. البساط المسحور زمان، دلوقتي هو تحقق بقى طائرات وصواريخ. قولي يا حبيبي، سمكه ابو سيف لها طرف مدبب طوله متران؟ خطأ طبعا. هي سمكه ابو سيف اللي هزمت الحوت لها طرف طوله متر واحد بس. قولي يا حبيبي، اقترب عقد الاصبع من الاشباح السوداء فوجدها اشخاصا تسبح في الماء. صح. اشخاصا تسبح في الماء. طبعا الكلام ده غلط لانها انابيب ضخمه لنقل البترول. ماشي نتحاسب. انابيب ضخمه لنقل البترول لسه قايلها دلوقتي. حد شاطر بقى كده يعرف لي الاخطبوط بس. مش عايز اسمع الاخطبوط. حيوان بحري. حيوان بحري له سمنيات ازرق، كل ذراع طوله 4 امتار. هنكتبها هنا. هو الاخطبوط هو حيوان بحري عجيب له سمنيه ازرع طول كل ذراع كم متر؟ 4 امتار. طبعا الاسماك المضيئه لسه معرفينها دلوقتي هي اسماك. الاسماك المضيئه هي اسماك تعيش في قاع البحر عندما يشتد الظلام، ومنها من يريد من ينير جسمه كله، ومنهم من يطفئ، ومنهم من ينير من راسه نور احمر، ومن ذيله نور ازرق، ولها انواع كتير سبحان الخلاق العظيم. سؤال بعده: يدع حيوان يصنع حيوان المرجان الصغير ايه؟ ها، اشجارا تكبر التي تكبر وتكبر حتى تتكون الايه بقى؟ اسماء المستعمرات المرجانيه. المستعمرات اهي المرجانيه. القصه جميله جدا وقصه فيها خيال وفيها حقيقه. قولي يا هند كده، يتصف الحمام الزاجل بايه وايه؟ بالقوه والسرعه. بالقوه والسرعه. وكان يستخدم في نقل الايه؟ برافو عليك، في نقل الرسائل. ودي برضو حاجه لازم نوضحها، ان الحمام الزاجل ده سرعته كام؟ سرعته كام كيلومتر؟ حد فاكر؟ 60 كيلومتر في الايه؟ في الساعه الواحده. طيب، من مخلوقات الكون التي تجعلنا نردد عباره سبحان الله، سبحان الخالق العظيم. ها، الاسماك البحريه. ممكن المستعمرات المرجانيه. في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ المستعمرات المرجانيه، الاسماك البحريه، في الاسماك المضيئه. الاسماك المضيئه اهي، الاسماك المضيئه اهي، لانهم كانوا بيقولوا سبحان الله سبحان الخالق العظيم. طيب بسرعه بقى، جمع عمق. ها، اعماق. برافو يا مهند. جمع عمق اعماق، جمع جزيره يا حبايبي. ها، جزر صح او جزيره؟ جزر. طيب جمع طريق. ها، طرق. منا طرق. واخر حاجه جمع همه. ها، همم. برضو هند يا جماعه، هند فايد همم. اخر حاجه الفرح. جمع قناع. اقنعة. برافو. ده كان باختصار شديد جدا جدا مراجعه على قصه مغامرات في اعماق البحار، الفصل الاول والثاني والثالث من القصه. كده خلصت المراجعه بتاعتنا، وان شاء الله هناكد المراجعه ديت بمراجعه ثانيه على مراجعه القصه. قصه ما فيهاش حفظ معاني ولا لغويات خالص، هي كلها اسئله جميله وحاجات مندمجه ما بين الخيال والواقع. طبتم في رعايه الله وحفظه وامنه، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.